زوزو ابو علي. هلا ابونا عندك لحمه؟ بامرك في كل شيء، ايش بدك انا بامرك؟ يلا جايه. اهلا وسهلا، تفضل. ابو الياس، زوزو اللحام. ايه ابونا. لك انا كنت طلبت منك إيه؟ نعم. لحمه للناي، بليز للشوي مش للناي، ما بيسوالي لحم الناي، بدي اعزبك. وقبل قل لي اي ايام اكثر شيء الناس بيجوا بيشتروا لحمه من عندك؟ اي ايام بالجمعه؟ هورا بيجوا نهار الجمعه والسبت. جمعه وسبت؟ اي متى بدك اياهم يكونوا يعني؟ هلا انا مبدئيا بس نحكي عن اللحمه بيجي ببالي غير اللي بيجي ببال اي حدا عم بيشوف، يعني بس نقول لحمه منقول غدا ومنقول عشاء وولايم وعند الناس بينبسطوا وكذا، بس انا بس نحكي عن اللحمه بيروح فكري لغير مطرح، بيروح فكري للوصيه اللي الكنيسه بتعطينا اياها انه حتى يوم الجمعه ما ناكل لحمه او منقلها قطع الزفر، يعني ما يكون في باكلنا لحمه. بس هو بعمق الموضوع، الموضوع مش انه ما ناكل لحمه بس تما ناكل لحمه، لانه اللحمه بترمز للاحتفال، يعني اللي مش مفترض نعمله هو انه ما نعمل ولايم يوم الجمعه. هلا انا بسمع ردات فعل من صنفين من الناس، النوع الاول بيقول لك لك شو هالهودي الشغلات، شو الفرق الجمعه وسبت، وانا بيخرطش بدماغي، بسمع هذا التعبير ما بتفوت بدماغي هالشغله انه ما ناكل لحمه يوم الجمعه. بنفس الوقت ترجع بتشوف ناس متقيدين حرفيا، يعني اذا ريحه اللحمه بدها تيجي على الاكل يعني بده يصير شيء مشكل وبتبلش تعب الضمير وهالاخبار. بس في كمان فئه من الناس شو بصير؟ يعني ما بيعملوا لحمه باكلهم، ما بيحضروا اكل بلحمه يوم الجمعه، بس شو بصير؟ بيحطوا على سفرتهم 5 انواع غير اللحمه. وهودي 3 شغلات فيهم إنا، يعني فيهم علامة استفهام، يعني لا إنه ما نطنش وما نرد ولا إنه نتشدد ولا إنه يعني مثل واحد حاسس بالنقص إنه ما أكلت لحمة يعني لازم أعوض بشي 5 6 طبخات تانيين لأنه هيك أفضل لي. أو بس أنا حافظ الوصية إنه يوم الجمعة ما بأكل لحمة. بس كل القضية هي قضية حب. عم بتذكر نحن عم نحكي عن هالموضوع أنا وعم بفكر على صوت العالي كلام يسوع أو كلام الآب عن ابنه يسوع، هكذا أحب الله العالم. كيف يعني الآب حب ابنه؟ حتى بذل ابنه الوحيد. يعني وهي الحب أيمتى ظهر؟ ظهر يوم الجمعة بموت يسوع الابن الحبيب على الصليب، لما فتح إيديه وقال أنا هالقد بحبكم وسلم حاله، سلم حياته للبشرية، حياته المفتداة، يعني حياته المبذولة على الصليب، وسلم حاله للآب، يعني تمم مشيئة بيه. هذا هو معنى الحدث يوم الجمعة لما ما بناكل لحمة. إذا أنا لما ما باكل لحمة لأنه عم بتذكر حدث كتير مهم بحياتي إله قيمة، طبع حياتي، عطى قيمة لحياتي. شغلة مش شغلة لحمة، شغلة مش شغلة إنه شو اللي بستطعم فيه. أساساً يسوع قال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. هيدي بتقطع الطريق على كل مفاهيم تانية وبتخليني أفهم هالوصية بإطارها الحقيقي، بمعناها الحقيقي، إنه أنا إذا عم بعترف بحب الآب لإلي بموت ابنه على الصليب ما فيني عيد، حتى ولو إنه الفدا صار من زمان، حتى لو إنه يسوع قام من الموت، بس الموضوع إنه أنا بدو يضل في هالمحطة، المحطة اليومية الأسبوعية، يعني كل يوم جمعة إنه قول يا رب هذا اليوم لإلك، أنا بدي أوقف قدام صليبك الفاضي، يعني أنت القايم من الموت، بدي أتذكر حياتك اللي فاضت على الصليب كرمالي، كرمال كل البشر، هذا اللي بخليني يكون أنا عم بتطلع بحالي، يعني مخجول من حالي، مخجول لأنه مش دايماً عم بلاقيك بحبك، مش دايماً يعني عم بيبين حبك بحياتي. هيدا النهار بخصصه تكون عم بقلك يا رب شكراً على حبك يلي ظهر على الصليب، شكراً على حبك حتى الآخر، حتى النهاية، يعني حب حتى النهاية، حتى بذل الذات، أفرغ ذاته بيقول بولس كرمال مين، وصار أطاع حتى الموت، موت الصليب، صار عبداً كرمالي. أنا بهالوقت
ما بيطلعش ببالي اني التز او اعمل وليمه بتنسيني انه هاي الوليمه ما بتزيد شيء على حياتي. في وليمه الصليب هي الاكثر يلي بتعطيني معنى لحياتي. ونحن بنشوف كل مره بنتقدم بالعمر، كل مره ببلش عمرنا يصغر يقل، سنين عمرنا تقل، يعني بصير سخيف كل شيء بهالحياه بنكون متعلقين فيه، بنصير بنكون بنلاقي قيمتنا بالولايم وبالعزايم وبالعشوات وبالغدوات ومن مطرح لمطرح وكيسكن يا شباب واخبار، يعني هذا التقاليد الاجتماعيه. بس كل ما بنقرب من غروب عمرنا بنصير نشوف انه كل اللي عملناه ما بقى يزيد، ما بقى يغير، ما بقى يعمل شيء. نحن بنضلنا نحتاج من اول لحظه من نشوف النور بهالدنيا لاخر لحظه منغمض فيها عينين عن الدنيا. نحن بنحتاج نضلنا قدام هالحب، نتذكر هالحب يلي ظهر بابهى جماله على الصليب، الصليب الابن الحبيب. طبعا الاب كيف ممكن كان يعبر عن حبه لإلي بغير موت ابنه؟ نحن بنعرف اليوم كل ام وبي بيبذلوا حالهم كل يوم كل يوم بدون شروط بدون حدود، فيهم يتستتوا، فيهم البي يروح يعني يقضي حاله يقضي وقته عم ببعزق بوقته كيف ما كان ويترك ولاده وهن يصفلوا يدبروا حالهم، بس ولا مرة البي بيقدر يستسلم يعني لرغباته هو أو للذته هو أو لمتعته هو، دايما بيفكر إنه في ولادي. هيك بين السماوي، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. من هيك يوم الجمعة تسقط كل قيمة إلا قيمة الصليب. يوم الجمعة هو يومي أنا، موعدي أنا مع الحب، حب الآب من خلال ابنه الحبيب يسوع. صفت الشغلة مش على ذوقي، صفت الشغلة مش رأيي، صفت الشغلة مش إذا بقدر ولا ما بقدر. إذا بدك تجوا لإلي أنا ضل سنة ما باكل لحمة، ما بتعني لي، أنا ما بيعني لي أكل اللحمة. بس هذا ما بيعني أنه لأنه أنا مش عم باكل لحمة يعني أنا ماشي حسب الوصية. أنا بدي ضلني واعي على الحب، حب الآب لإلي، بدي ضلني انتبه كي بدي أعطي قيمة للي أنا بعيشه، قيمة خاصة قيمة روحية، لأنه كل القيم بتروح بتزول بتتغير، تتغير من شعب لشعب ومن دولة لدولة ومن بلد لبلد ومن مجتمع لمجتمع، بس قيمة الحب هي ثابتة، لأنه بدون الحب ما بيكبر الإنسان، ما بيقدر ينضج، ما بيقدر يكبر، ما بيقدر يعيش حياته فعلا مثل ما بيليق بالإنسان يلي خلقه الآب على صورته ومثاله. ما بيقدر يعيش هذا الحب، ما بيقدر يعيش هاي الحياة بدون هالحب. لكن الموضوع مش موضوع لحمة، الموضوع مش موضوع طاعة، الموضوع مش موضوع استبدال بفرمة لحمة منستبدلها بكذا شغلة، لأن بكون بعدني مطرحي وبكون بعد ما فهمت الهدف الأساسي من أنه أنا يوم الجمعة ما بأكل لحمة، أنا بدي أكل يسوع. يسوع بيقول لنا خذوا كل هذا وجسدي، كلمته هي غذاء لنا. من هيك يوم الجمعة هو الوقت الأزبط خلال كل الأسبوع تأرجع أتذكر حقيقة ضعفي وحقيقة محدوديتي، بس عظمة حب الآب لإلي يلي بحط كل شيء على جنب تيضل وحده يسوع الابن الحبيب مفتوح في إيدي مفتوحين على الصليب كرمالي، لأنه أنا بستاهل هالحب لأنه تلاقي معنى لحياتي. هلأ عطاني أبو الياس لحمة، ما عطاني لحمة طيبة مش طيبة ما بقى يهمني، أخدت ما أخدت مش فرقني معي، لأنه وصل لي حقي وراس عرمي وصلت لي ومش عتلين هم شي بقى ولا خايف إني جوع. نهاركم مبارك.